أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة هذه الحلقات التي نعرض فيها لبعض الكتب. كتابنا في هذه الحلقة هو رواية للكاتبة عائشة الأصفر، هو خريجات جاري يونس، وهنا المقصود خريجات جامعة جاري يونس. فجامعة جاري يونس هي جامعة بنغازي التي تغير اسمها وأصبح جاري يونس فيما بعد في فترة أواخر السبعينات بداية الثمانينات. عائشة الأصفر هي كاتبة روائية هامة في المشهد الليبي، أصدرت كثير من الروايات، وكانت بدايتها مع أو من أهم أعمالها كانت هذه الرواية، رواية خريجات جاري يونس. خريجات جاري يونس هي عمل يتناول المجتمع الطلابي في الجامعة في تلك الفترة، وخاصة الطالبات بالتحديد وما ينشأ عنها. طبعا عائشة الأصفر من الشخصيات النسائية الليبية المتميزة مبكرا، فاهتماماتها الأدبية كانت مبكرة، نشاطها المدني الاجتماعي أيضا كان مبكرا. أيضا إشارة هامة أن الأستاذة عائشة الأصفر كانت أحد أوائل الكباتن الطيارين، يعني تعتبر من أوائل من النساء الليبيات اللي قادوا الطائرة. أيضا تواصل ريادتها في العمل الروائي أو العمل الأدبي بصفة عامة. في هذه الرواية تصور أو تسرد عائشة حياة الطالبات. طبعا في تلك الفترة كانت جامعة جاري يونس، أو كما تقدم الرواية، هي عبارة عن ملتقى للطلاب والطالبات من مناطق ليبية مختلفة. تأتي عائشة من سبها من الجنوب الليبي، وأيضا تلتقي بطالبات من مختلف أنحاء ليبيا. وهذه كانت إحدى مزايا الجامعات الرئيسية في ليبيا، جامعة طرابلس بنغازي، بحيث كان يعني طالبة من سبها تلتقي بطالبة من درنة، تلتقي بطالبة من غريان، وهكذا كانت يعني كل الأجيال الجديدة من المجتمع الليبي تلتقي في هذه الجامعات، وهذا أكيد كان عامل مهم جدا. في هذه الرواية ندخل عالم الطالبات عبر عيون الراوية، لنتابع حياة هؤلاء هذه الطالبات، يعني حياة الطالبات داخل القسم الداخلي، داخل أروقة الجامعة. أيضا هذا الانتقال لغالبهم، وخاصة لبطلة الرواية، الانتقال من بيئة إلى بيئة أو إلى مركز مديني أكثر تحضر، وهو بنغازي، وأيضا تكون علاقة مع الكثير من الأمكنة ومع روح المدينة اللي كانت سائدة في تلك الفترة. المقهى، المكتبة، الحديقة، كل هذه الأمكنة ترتبط بها شخصيات هذه الرواية أو بطلة هذه الرواية. في هذه الرواية تقدم الكاتبة أحلام وأمل ومعاناة، وأيضا تطلعات جيل جديد من الطالبات، جيل جديد من ليبيا يسعى لأن تكون الحياة أفضل، الحياة الشخصية وأيضا الحياة الاجتماعية. أيضا تعج هذه الرواية بالكثير من القضايا الثقافية، القضايا الاجتماعية التي تطرحها بطلات هذه الرواية. عائشة الأصفر، وعلى الأقل في هذا العمل واغتصاب محضية وهي رواية أخرى لها، دائما تجد في عملها بنائيا مركب، حيث أنك تجد غالبا روايتين متداخلة في رواية واحدة. وفي هذه الرواية أيضا نجد روايتين، الرواية الأساسية التي تروي سيرة الطالبات، ورواية أخرى مكتوبة داخل الرواية تقرأها الساردة أو الراوية لهذه الرواية. وهذه الرواية تتكي على التراث القديم،
أبطالها شخصيات تراثية أقرب إلى الرمزية، وتتداخل أحداث الروايتين. ربما تكون هذه الرواية الداخلية اللي داخل رواية خريجات قريونس هي إلى حد ما محاولة لتنوير على هذه الشخصيات، إعطاء بعد فلسفي، بعد نفسي أكثر للشخصيات الروائية أو الواقعية الموجودة في الرواية الأصلية. أي أن الرواية الداخلية الموجودة في داخل هذه الرواية هي أشبه أو أقرب إلى ما يعرف بالأليغوريا أو الأمثولة اللي تسرد داخل الرواية بالضبط. وإلا أن الكاتبة تتمكن حقيقة من أن تجعل هاتين الروايتين متشابكتين تماما، ولا يمكن فصل أحدهما عن الأخرى، وبالتالي تظل رواية واحدة متماسكة، وما يمكن تسميته أنها بتكنيك كتابة رواية داخل الرواية. الرواية داخل الرواية تشكل سند للرواية الأساسية، وزي ما قلت وتعميق لها وإعطاها أبعاد أكثر ويعني عمق أكثر للشخصيات. في هذه الرواية كالعادة تجنح دائما الأستاذة عائشة إلى كتابة ذات نفس شعري، ذات إيقاع شعري، ويمتزج اليومي بالشعري، يتجلى اللغة الشعرية في العلاقة بين الشخصيات، العلاقة بالأمكنة، أيضا الذكريات، الأحلام، كل هذه الأشياء يغنيها أو تغنيها المفردة ذات الطابع الشعري والجملة وأيضا إيقاع الرواية. طبعا من الأشياء الملحوظة أن تكاد تكون الروايتين كتبت بلغة واحدة. الروايتين يعني أقصد الرواية اللي في داخل الرواية والرواية الأصلية كتبت تقريبا بلغة قريبة من بعضها، وهذا ربما يعني كان ممكن يغني أكثر لو تغيرت لغة الرواية الموجودة داخل هذه الرواية لأعطيها شكلها الخاص بها وتميزها داخل البناء الروائي. لكن تظل كما قلت هذا التماسك بين الحدوتتين أو بين الروايتين، يظل تماسك يعني ممتاز ويوصل رسالة الرواية بشكل أعمق وبشكل أفضل. هذه الرواية رواية خريجات قريونس، تعتبر يعني هي من قدم الأستاذة عائشة الأصفر كروائية ليبية متمكنة جدا. هذه الرواية صدرت عام 2008 بالتحديد، يعني هي تنتمي إلى ما صدر في ليبيا من روايات جديدة في تلك الفترة، وشكل إلى حد كبير نقلة أخرى في كتابة الرواية في ليبيا، وغزارة هذا أو بداية غزارة هذا الإنتاج، حيث سنلاحظ الكثير من الأعمال الروائية الليبية اللي ستصدر يعني في بدايات القرن 21. خرجات قريونس رواية عائشة الأصفر تعتبر رواية هامة جدا، ليس في الأدب النسائي الليبي وإنما في الرواية الليبية بصفة عامة. شكرا لكم وإلى اللقاء.